لما بيقرب فصل الصيف تبرز مشكلة السليوليت اللي منجرب نعالجها بكل الطرق اللي منسمع عنها. هالمشكلة اللي بتزعج كتار سببها ضعف التصريف الليمفاوي بالجسم نتيجة عوامل مثل التوتر، الحمل، التغيير المستمر بالوزن، تدخين، البدانة وقلة الحركة، بالإضافة للعامل الجيني. تظهر السليوليت عادة بين سن 25 و35 سنة، بتزيد مع التقدم بالسن. يمكن ما فيك تتخلصي منها نهائياً، بس ممكن تخففيها بشكل واضح. بعض الأطعمة بتساعدك مثل البطيخ والمانجا والبابايا وغيرها من الأطعمة الغنية بالماء والفواكه الغنية بالفيتامين سي والخضر الورقية وأكيد الشاي الأخضر. وبنفس الوقت لازم تتجنبي البروتينات الحيوانية والملح والمشروبات الغازية والعصير والأطعمة الغنية بالدهون عامة. ولأنك معرضة لهالمشكلة أكثر من الرجل حتى إذا كنت نحيفة، التزمي بهالنصايح الأساسية: اشربي مي كتير، مارسي الرياضة يومياً، تبعي حمية قليلة الدهون لأنه هيدا هو الهدف الأساسي لتتخلصي من السليوليت، تجنبي التدخين، حاولي تحسني التصريف الليمفاوي بجسمك من خلال الدراي براش قبل الاستحمام. أما الكريمات فإجمالاً ما إلها كتير تأثير على السليوليت إلا يلي بتحتوي على الريتينول لأنها بتساعد على إخفاء التعرجات الناتجة عن السليوليت.